بدناش قد ما انقطع. شو اللي صار اليوم؟ سيدي العقود الآجلة شهر مايو، لأنه العقود شهر مايو بتنتهي اليوم. ف سامعني؟ سامعك. اوكي لأنه راح الصوت من... راح الصورة راحت من عندك. يعني أحجموا ليش؟ أحجموا، كان في يعني اختلط الأمر في التنسيق ما بين التجار والمنتجين ومصافي التكرير ومستودعات التخزين. جاءت في وقت المستودعات التخزين معظمها ممتلئة، المصافي جميعها مش يعني ما قبلت تستلم أي شحنات نفطية. فطبعا بلغة مبسطة قاعد بحكي لك يا نديم، يعني العقود الآجلة لشهر يونيو انخفضت كمان، صارت يعني بحدود 20 دولار اليوم، يعني حتى يعرضوا النفط بلا ثمن حتى يقدروا يتخلصوا من أجور التخزين المرتفعة. أجور التخزين ارتفعت أيضا على الموردين، على المنتجين، على ناقلات النفط اللي موجودة في الموانئ. أيضا في عندك الشهر الجاي حوالي 20 ناقلة نفط جاية من قادمة من المملكة العربية السعودية لموانئ الأمريكية حتى تفرغ حمولاتها. حمولاتها تقريبا 15 مليون برميل، هاي ال20 ناقلة حمولاتها تقريبا 15 مليون برميل. أنت بتحكي قاعد عن مخزون ممتلئ تماما، المخزون الاستراتيجي، تحكي عن المخزون التشغيلي اللي عادة بيستقبل النفط الأمريكي من منتجينه، أيضا ممتلئ بنسبة 85%. بتحكي أيضا عن حركة واقفة في السوق الأمريكية. طبعا اللي بيصير في أمريكا بيعكس لك تماما أنه الحركة التجارية شبه متوقفة، الحركة الصناعية شبه متوقفة في أمريكا، وعجلة الاقتصاد شبه متوقفة في أمريكا لأنه ما في استهلاك للنفط. تقدر تأخذ مؤشر من أمريكا ليش؟ لأنه أمريكا بتختلف عن الدول الأخرى، أمريكا أكبر منتج وأكبر مستهلك للنفط في العالم، فهي بتستهلك جميع إنتاجه، وبالعكس يعني بتأخذ من برا شوي عدا التصدير البسيط اللي عندها. بصير في يعني في تصدير حوالي 4 مليون، لكن التصدير لمنتجات، التصدير لمشتقات نفط مش لنفط خام. هي بتحتاج النفط الخارجي، نفط العربي الخفيف في بعض أحيان من مناطق أخرى، فقط لتحسين بعض مزايا النفط الأمريكي ولتتعامل بعض المصافي النفط مع النوعيات العربية بشكل أفضل، ولحاجة إلى بعض المنتجات. طيب سؤالي هون، سامعني صح؟ سامعك. طيب، تمام. في على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض القنوات قالوا انه جزء كبير من هذا الانخفاض اللي شفناه اليوم بالخام الامريكي الخفيف، في جزء كبير منه هو تعاملات او عامل فني، ولكن هذا الانخفاض اللي صار اللي هو الاكبر على الاطلاق منذ انشاء نايمكس في 83 صحيح. بلا شك ليس فقط فني، يعني لا يعكس فقط لا لا أمور فنية. الأمور إذا بنحكي التحليل الأساسي، ما هو التحليل الأساسي لهذا الانخفاض بهذا يعني سيدي، التراجع المهول؟ يعني أنت بتقدر تحط الأسباب كلها بدرجة 100%، هي أسباب متراكمة، وبتقدر تعطي كل سبب نسبة بالمئة من هاي التراكمات. النسبة المهمة كانت بأنه اليوم آخر يوم لعقود شهر مايو، وجميع المنتجين بدهم يتخلصوا من النفط اللي عندهم، وبالتالي أيضا جميع التجار ما بدهم يشتروا نفط على العقود الحالية بسبب أنه المخزون لشهر مايو ممتلئ. هذا السبب الرئيسي أولا. السبب الثاني اللي هو المخزونات اللي يعني الأمريكية ممتلئة عن رأس أبيها، يعني عندك من مخزون كوشنج، المستودعات كوشنج تحمل تقريبا، بتستوعب تقريبا 70 إلى 80 مليون برميل، كانت تقريبا ممتلئة بنسبة 80%. فيعني حتى نسبة استيعابها بسيطة البقية، وحتى هو في المستودعات والخزانات الاستراتيجية والخزانات النفط بالذات دائما بيخلوا حتى مساحة معينة، يعني ما بيحبوا دائما يعني يكون في تعبئة 100%. عندك كمان المخزون الاستراتيجي الأمريكي سعته تقريبا 770 مليون برميل،
اللي هو يعني في خنادق ملحية، هذا ممتلئ تقريبا بنسبة 90% أيضا. صحيح، فيعني عوامل متراكمة، ما بتقدر تعطي كلها. العامل واحد كل سبب طيب رئيسي يعني. بكرة حنشوف أسعار ثانية. يعني شوف، بكرة على الأغلب راح يكون في انعكاس على برنت، راح يكون ينزل برنت يعني يتماشى مع الانخفاض، مش راح ينزل بنسبة كبيرة. يعني الأسواق تفتح تقريبا، أسواق آسيا تفتح تقريبا كمان ساعة ونص ساعتين، راح نشوف انعكاسات الانخفاض الأمريكي على الأسواق الآسيوية، لسه ما بينت بشكل كبير. يعني ممكن فقط سوق واحد من الأسواق الآسيوية افتتحوها. طيب بس مشان نشرح للناس اللي معنا استاذ عامر على اللايف حتى نبسط الامور، ان دائما الشخص العادي لما يشوف سعر مثلا الخام الامريكي الخفيف، منهم من يعتقد انه ذلك سيؤثر على سعر البنزين او السولار عنده في بلده. بس احنا بدنا نحكي بس انه قصه انه هذه الاسعار هي عباره عن مؤشرات عالميه يقاس عليها. يعني مثلا اذا سعر برنت كان اليوم 27 دولار، هذا لا يعني انه مثلا على سبيل المثال الاردن او لبنان او مصر بيشتروه ب 27 دينار. كل دوله لها خامات تقيس عليها تكون بلس او ماينس قليله، يعني حوالين هذا السعر، صحيح. لانه ما بيقدروا يسعروا كل الاسعار النفوط في العالم. فدائما انه بس نركز على قصه انه لما يشوفوا السعر، هذا لا يعني انه دولته بتشتري بهذا السعر تحديدا، هو حوالين هذا السعر تحديدا برنت يعني. طيب الان نحكي عن عوامل اساسيه، نحكي عن البرنت اللي هو بالنسبه يمكن احنا نهتم فيه اكثر، يعني الامريكي الخفيف اعطانا ثلثين النصف صوره، في العالم. نعم اعطانا صوره الامريكي الخفيف عن وضع السوق الان. هل معلش انا عم بتذكر شغلات بيسالوني اياها الناس، هل شفت ناس كثير مبسوطه انه عم بينزل النفط؟ خلينا نحكي عن منطقتنا، هل دائما هبوط النفط هو في صالحنا؟ يعني بدك الصراحة سيد نديم، يعني اللي بيحكي إنه أسعار النفط ممكن إذا انخفضت يكون لمصلحة الدول كاملة في العالم، هذا مخطئ. يعني إحنا مثلا على سبيل المثال عندنا في الأردن، إحنا دولة بنعتمد على المعونات، بنعتمد على طيب بس المنح، نحكي بنعتمد الأردن، لبنان، مصر، تونس، هذه الدول تشترك، المغرب بالضبط تشترك في بالضبط هذه الخصائص. نعم بالضبط تشترك بنفس نعم نفس الصفات. ايضا تونس يعني حطها في الموضوع كمان. كثير دول تعتمد على المعونات والقروض والمنح، بالذات من الولايات المتحده الامريكيه. عندما تكون هذه الدول هي الدول النفطيه المانحه بالعاده للمنح، تكون ضعيفه وتكون اقتصادياتها متراجعه وتعاني من العجز والمديونيه و كيف بدها يعني تقوم باعانه هذه ساعد. الدول. هذا من درجه، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، يعني لو فرضنا انه احنا في عندنا مخزونات ممكن نستفيد منها باسعار نفط منخفضه، يعني كم المده اللي راح نستفيد منها من هذا النفط اللي بسعر منخفض؟ شهر، شهرين، ثلاث؟ احنا في الاردن مثلا عندنا مخزون وعندنا يعني استراتيجيه كمان افضل من كثير من الدول العربيه بلشت بقصد. اليوم. عندنا مخزون بكفينا لشهرين مثلا. هذا النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، يعني في عندك كمان الـ بالنسبة للولايات المتحدة، اقتصادها مربوط في كل دول العالم. يعني عندما تقول الولايات المتحدة إذا عطست العالم أصيب بالزكام، فهذا معني إن يعني أنه إحنا رايحين نتأثر سلبا. ممكن أنه نستفيد. اوكي طب برضه كمان ننساش تفضل نحكي نديم. عن الجزء، الدول العربية المستهلكة التي تعتمد على دول الخليج في الإعانات والمساعدات وأيضا في الحوالات وفي قطاع السياحة، كل هذه إذا تضررت موازنات صح. هذه الدول كيف ستنعكس؟ ما انا حكيت لك يعني الموضوع، الازمه هاي اذا انا بقول لك انا بعرف شو بصير اخ نديم، او اي محلل بقول لك بعرف شو بده يصير. وبتذكر انا مره في مقابله معك في بدايه الازمه، اذا بتتذكر نديم، حكينا الموضوع هذا، حكينا انه من الصعب اي واحد يتنبأ بما سيحدث. ليش؟ لانه هذه الازمه جديده على معجم الاقتصاد العالمي وعلى وعلى الجميع. غير فاحنا مألوف. قاعدين يعني غير مألوفة، فاحنا قاعدين يعني زي اللي بتهمس في العتمة،
يعني احنا مش عارفين شو اللي بده يصير بالضبط. كثير امور مرتبطه في بعض، مثلا عندك شركات النفط الامريكيه وشركات الخدمات الامريكيه اللي راح تتضرر، وفي جزء منها كبير راح يفلس. هاي الشركات مش ماخذه قروض من البنوك، ماخذ قروض بمليارات. البنوك شو راح يصير فيها؟ البنوك ايضا راح تتعرض لافلاسات من وراء القروض اللي لهذه الشركات. هذه الشركات ماخذه مشاريع عندنا في منطقتنا العربيه، شركه شلامبرجي، شركه هاليبرتون اليوم يعني كان في يعني مؤشرات سيئه بحقها انها ممكن تتعرض للافلاس. شركه هاليبرتون تشتغل في الاردن وفي العراق وفي اليمن وفي السعوديه في اكثر من منطقه عربيه. فيعني الموضوع تداعياته حقيقه ممكن انه يعني بس تاكد شغلتين. شغله انه احنا متجهين للاسفل، مش نهوضا، متجهين للاسفل، لكن شو الدرجه اللي متجهين فيها هون بنختلف انا وياك او انا واي واحد ثاني، لكن احنا متجهين للقاع. بالاضافه الى انه مين اللي يعني يجي قبل، احنا وصولنا للقاع او اكتشافنا لعلاج لكورونا؟ على الاغلب احنا وصولنا للقاع راح يكون قبل اكتشاف علاج لكورونا. كمان في خلافات انا بشوفها، انه مثلا البعض بتهيئ انه وسمعت على محطات يعني عالميه انه البعض بتهيئ انه راح يكون العالم شرح على الاقتصاد او على النهوض الاقتصادي والنمو الاقتصادي بعد انتهاء هذه الازمه. هذا الامر مستبعد كليا، يعني هنالك اعاده انالايز للاقتصاد كما العجله الاقتصاد وقفت، فمش طب معقول ليش ترجع استاذ لنفس عادل، السرعه اللي كانت فيها. مش المنطق بيحكي انه لما تنتهي هذه الازمه الكل حيرجع يشتغل، الطلب حيرد يشتغل، شو اللي مش حيخليه يشتغل؟ مش بنفس الجهد وبنفس الحيثيات المتراكمه اللي حكيت لك اياها في السابق. الان في انخفاض في الحركه العالميه ادت لتوقف الحياه، ادت الى بطاله، ادت الى ايضا غير البطاله انخفاض في دخل الفرد. انخفاض في دخل الفرد، هذا الانخفاض بده ينعكس على حياته، يعني بده ينعكس على مصروفاته على استهلاكه. هذا من جهه. من جهه ثانيه، انا كمصنع مثلا بدي انا اعيد الحياه لمصنعي بعد التوقف، انا مش راح اعيده في كامل طاقته، انا راح اعيده في جزء من طاقته حتى اعرف شو بده السوق، انه هل السوق صح، بدي بحاجه اعيد الهيكل. لمنتجاتي، صحيح، بحاجه لمنتجاتي ام لا. فبعد ما انا يعني اشعر او اتلمس حاجه السوق ببدا ارجع الوضع يعني نوعا ما شيئا فشيئا حتى الى سابق عاده. مش معقول الان انت تيجي على دول تعرضت لكساد وعلى لخساره ولا انكماش يعني تتوقع منها تتوقع من هذه الدول انها يعني تقوم في مثلا بنيه تحتيه او خدمات معينه اكثر من السابق. ليش؟ لانه هذه الدول الان هي بحاجه فقط للتماسك. اذا بدات الازمه ايضا انه هنالك العديد من الدول سوف تعلن افلاس. كنت اقصد هذا فعلا، يعني عندك انت دول زي مثلا الهند اعلنت اغلاق كامل للبلاد، واعلنت حاله الـ يعني الجائحه الكبرى او حاله الخطر الكبير اللي هو ممكن ينفذها من دفع اقساط للصندوق وللعديد من المقرضين. الأردن يعني ممكن شوي كان في الأردن وبعض دول، تونس على فكرة يعني أعطت لصندوق النقد الدولي مؤشرات بأنها ممكن أنها توقف العديد من الأقساط المستحقة عليها للصندوق. الأردن مثلا مقترض من نادي باريس ومن الصندوق أيضا. كان مفروض أيضا أنه يعلنوا الأردن هون عندنا انه احنا يعني غير قادرين على دفع الاقساط هاي مستقبلا، على الاقل لتوجيه قيمه هذه الاقساط للاقتصاد المحلي. هي اعتقد صندوق النقد البنكي الدولي هو دعم مبادره مجموعه ال20 بتاجيل اقساط القروض في حال استدعى ذلك، يعني بسبب جائحه كورونا. اعتقد اصبح الخيار هذا
متاح، ويجب على الدول استغلال هذه الفرص. أعتقد. هو اعلن عن 25 دوله لغايه الان، يعني اعلن هو عمل الاجراءات هاي فقط مع 25 دوله كانت تتواصل معه في هذا الشان، واعتبرها ان هاي اكثر من ال 25 دوله المتاثره. احنا لا ننسى كمان انه الصندوق النقد الدولي كمان هو سيتاثر مثله مثل البقيه. الان سوف يعني راح يبدي دوله عن دوله في المساهمات. غير هيك يعني الان مين كمان بده يقرضك؟ مين بده يقرضك؟ في عده دول الان، عده جهات مقرضه الان تخشى على تقرض الدول، زي ما راح يصير الان في امريكا. يعني بنوك كثير راح تحجم عن اقراض اصحاب الشركات. ليش؟ لانه السوق غير واضح، فما بدها تتورط مع عامل المخاطره عالي. صار نعم عامل المخاطره عالي. طب هذا احنا حكينا عن دول اللي هو المشرق العربي. في الخليج، دول الخليج ماذا تنتظر هذه الدول في ظل هذه الاسعار؟ يعني اول شيء راح يعني احنا شفنا كثير دول الخليج اعلنت انها قلصت المصروفات في موازناتها، واعلنت بعضها اعلن يعني جزء مكمل للموازنه، او اعلن انه خفضت زي السعوديه خفضت 50 مليار من المصروفات الحكوميه. طبعا هي مضطره لانها تعمل تخفيضات، دول الخليج اخرى مضطره انها تعمل تخفيضات. بتوقع انه دول الخليج راح تكون اقل تاثرا من دول كثير. يعني لماذا؟ لانها اول شيء مساحات الدوله ضيقه، المساحات مش كبيره. انت لما تحكي مثلا روسيا ما بتقدر تعمل تخفيضات لموازنتها زي ما بتقدر تعمل الكويت. ليش؟ لانه في عندها امتداد مساحه كبير، وفي عندها خدمات مطلوبه اكبر. فعلشان هيك على فكره كان موضوع التاثير الاسعار انخفاض النفط على روسيا اكثر من اي دوله ثانيه، لانها ما قدرت تتاقلم وتخفض المصروفات في الموازنه الخاصه فيها. وغير هيك يعني الحرب اللي صارت بدون حتى يعني تفكير بالنتائج. يعني الحرب هاي كانت ممكن تنفع في 2016، الحرب الانتاجيه، انا انتج على يعني قد ما اقدر، لكن وحتى انه اخفض السعر واثر على لما كانت اسعار 100 وفوق. يعني قصدك لا مش بس لما كان ما في مرض في العالم. اها، لما كان ما في مرض في العالم. اما في الظروف الحاليه مع وجود مرض كانت مغامره الصراحه استخدام موضوع حرب السعر والانتاج في هذا الموضوع. هم شوف يعني كان في شغله غائبه عن بال الجميع، يعني السعوديه ممكن استفادت انها فتحت اسواق جديده بسعر منخفض واخذت من حصه روسيا من الاسواق. لكن استراتيجيا الان امريكا مش مثل الاول. امريكا قبل اشهر اعلن الرئيس ترامب انه احنا الان لسنا بحاجه لاي دوله من ناحيه. عشان هيك اعتقد لما انضربت ارامكو ما تدخلوا بالزخم المطلوب. ردهم فاتر جدا، ردهم فاتر. مش رد الدوله اللي كانت تعتبر امن السعوديه من امنها الاستراتيجي. الان اصبحت صناعه النفط في السعوديه من امن امريكا الاستراتيجي. فعشان هيك انا متوقع كمان انه يكون في رد فعل مش سهل بين يعني الولايات المتحده والدول الاخرى اللي يعني بتنتج النفط، لانه هي تعرضت لامن امريكا الاستراتيجي. هذا الامن اللي امريكا يعني كانت تبحث عنه دائما، ان تكتفي من النفط والغاز. انت ما عندما تحارب صناعه النفط في امريكا انت الان تضر امريكا في عمق امنها الاستراتيجي. واتوقع انه هذا يكون له رد مختلف. لو ما كان رد من الرئيس ترامب راح يتحركوا اعضاء السيناتورات واعضاء الكونغرس والاخرين والمسؤولين. هي بدات ملامح يعني في اصوات طلعت من خاصه الجمهوريين لمحاسبه السعوديه وروسيا على ما يحصل، بانهم هم بسبب ما يحصل الان. بالضبط. يعني هم يعني كانوا مراهنين في البداية أنه ما يقدروا يستمروا هذه الدول. لما اضطر الرئيس الأمريكي كان برضو في عنده الرئيس الأمريكي نفسه، يعني ما بعرف عن مستشارين أو أنا بحكي اللي عندي
ممكن يعني انا كلامي غلط، لكن انا بنظري حتى الرئيس الامريكي تصرفه غلط. يعني هو كان ساكت في البدايه بده يرضي بعض المستهلكين للبنزين في امريكا، يعني حتى موضوع الانتخابات بالضبط، يعني كان هدفه يرضي المستهلكين في امريكا، وبنفس الوقت انا في الوقت المناسب بقدر ارفع النفط. يعني هو كان مراهن على قدرته، طلعت قدرته مش في مكانها، قدرته مش في مكانها، حتى دول اوبك قدرتها مش في مكانها. يعني هم كانوا مراهنين اخ نديم انه لما ننزل ال 9.7 رايح ينعكس على الاسواق فورا، وحطوا مستحيل النقص 20 مليون 25 مليون الزياده في العرض ما حيأثر. حسب خبراء اوبك، لا حسب خبراء اوبك، يعني حتى شوف المحللين يختلفوا في النقطه هاي. يعني حتى خبراء اوبك يتوقعوا انخفاض المعروض اللي في السوق مرتفع، او انخفاض الاستهلاك في السوق توقع، ووكاله الطاقه الدوليه تتوقع ارقام اخرى. فيعني حتى موضوع تحليل الارقام هذا كل دوله يعني بتقترح رقم اخر. يعني مثلا على سبيل المثال انت بتحكي امبارح صندوق النقد الدولي بيحكي الانكماش في الصين 6.8، انا بتوقع اكثر من هيك. هذا في الربع الثاني راح يبين، هذا في الربع الربع الثاني من السنه. فبالتاكيد يعني النظره مش ما بتقدر تقول انه يعني كامله. سمعت قبل شوي محلل بحكي او تحليل بقول لك الحل الوحيد هو ايقاف انتاج النفط، هل هذا على ارض الواقع ممكن؟ لا مش ممكن. يعني انت يعني في بده اول شيء وقت، يعني ما بتقدر تقول انا اليوم بدي اوقف النفط بوقفه. لا، في عندك بالنسبه للصخر الزيتي بالذات يعني بيشتغل بآلية تكنولوجيه مختلفه. امريكا ما بتقدر توقف انتاج الصخر الزيتي في يوم وليله. الموضوع ما بيعتمد على فقط حفر وضخ في خزانات من منطقه او اخرى. الموضوع بيعتمد على تقنية مختلفة، ضخ مياه داخل حفر عمودية وبعدين أفقية، وبعدين يعني الموضوع بده وقت. حتى أنت لما تفتح حفرة أو بئر في من الصخر الزيتي بدك تستنفذ ما فيه، بعدين تنتقل لحفرة أخرى. علشان هيك إحنا بنعتمد مرات عدد الحفارات أو منصات الحفر في أمريكا كمؤشر على القدرة الإنتاجية. المؤشرات المؤشر اللي صار امبارح كمان على انخفاض منصات الحفر في امريكا هو اعطى مؤشر للتجار بانه امريكا ما خفضت النسبه المتوقعه. يعني ما كان التخفيض بالنسبه المتوقعه. يعني انت لما تخفض امبارح كان تخفيض حوالي 74 منصه حفر. هذا بيعطي انطباع انه ما نزل زي ما امريكا حكت 2 مليون راح ينخفض من الانتاج، هو نزل اقل. ونزل تقريبا 1 مليون تقدر تعرف عن طريق انخفاض عدد المنصات. امر ثاني بس هي قالت 2 مليون استاذ عامر، هي قالت 2 مليون حتى نهايه العام. هم حكوا يا سيدي 1.8 في شهر مايو، 2 مليون في شهر يونيو، بعدين راح ينزل اكثر واكثر، يعني نهايه العام بده ينزل اكثر، مش معدل اقل من هيك بكثير. يعني نهايه السنه ممكن يوصل ل 800 الف انخفاض الانتاج. هم ما التزموا في رقم، هم حكوا متوقع انه يكون في تخفيض تلقائي للانتاج. طيب هلا بنتوقع شيء من اوبك؟ الاوبك في لهم اجتماع في 10 يوليو على اساس انهم يدرسوا التخفيضات الحاليه. الان اوبك ما اتوقع، يعني شوف انت الان لما تحكي انتاج السعوديه او روسيا خلينا نحكي 8.5 مليون برميل مع التخفيض، يعني كان 11 مليون او 12 مليون اعتبروا 11 اساس ونزل 2.5، هي 8.5 مليون برميل. هاي 8.5 مليون برميل في جزء منها للاستهلاك الداخلي، في حوالي 3 الى 3.5 مليون برميل للاستهلاك الداخلي الروسي، او ل 4 مليون. فانت بتحكي صارت القدره التصديريه فقط 4.5 مليون، هاي مشكله بالنسبه لهم. يعني كيف بدهم ينزلوا عن 4.5 مليون؟ زي ما يعني تفضلت حضرتك سالت المره هذيك عن المكسيك، المكسيك انتاجه 1.8 مليون برميل، لكن تستهلك 800 مليون 800 الف برميل عفوا، وبيظل مليون مليون وواحد مليون و100 الف برميل بس للتصدير.
لما تخفض نصا قديش بده يضل القيمه للتصدير، فهي يعني تخسر نص حصتها، نص حصتها ونص وارداتها من النفط، نص واردات خزينتها من النفط لما تكون. يعني هلا شو مكان الحل؟ الحل احلاهما مر. يعني هو الان ما في مجال الا اعاده تخفيض الانتاج، يعني تخفيض الانتاج. وانا يعني شوف انا بعتقد ما بحكي الحكي هذا للاعلام اخ نديم، انه معظم الدول صارت تتجه لسياسه القطيع، يعني حتى المؤشرات اللي تطلع من الدول انا بشك فيها. لما حتى اي دوله تعلن انه احنا سيطرنا على المرض، زي المانيا مثلا قبل امبارح او اول امبارح، زي مثلا العديد من الدول حكت انه احنا والله يعني سيطرنا على المرض والان تحت السيطره وسوف نعيد بعض اجزاء من الاقتصاد بالتدريج طبعا. هذا انا بعتقد انه يعني هذا الدول جميعها شافت انه نلجا لسياسه القطيع هو للعوده للاقتصاد ولعدم الانهيار والافلاس. امريكا الرئيس الامريكي يعني اكيد راح يطلع بخطاب اليوم او مش عارف طلع او لا 100% اليوم حيطلع 100% راح يطلع وراح يدعو الشعب الامريكي للنزول للعمل وللشارع، انا متاكد راح يعمل هيك. وراح يدعو الشعب الامريكي للتمرد على حكام الولايات زي ما دعاهم قبل يومين. وراح يعني يستخدم قوته، ممكن يعني ما بتعرف يعني شو يصير النزاع بينه وبين حكام الولايات، لكن هو بده يحافظ بالتالي على اقتصاده، يحافظ على بلده. اللي صار اليوم اللي صار اليوم بعطيك دلاله قديش الاقتصاد الامريكي متضرر. امريكا زي ما حكيت لك اللي بتنتجه بتستهلكه، فهي مقياس لوحدها. ما بنقدر نحكي عن مقياس للسعوديه لانه في عندها سلاسل قيمه اقوى. السعوديه في عندها يعني ضليعه وطويله العمر في مجال النفط وتصدير النفط، ففي عندها سلاسل قيمه من الاسواق، من النقل، من الكيفيات، هاي كلها للتصدير. ما بتغلب في نفط، ما بتغلب في نفط الان الا تعرف بؤر ناقصها التخزين زي الاردن مثلا. يعني احنا بدينا من اليوم نخزن، احنا لو يدلوا علينا الامريكان كان يعني نفذنا شوي من اللي عنده. طيب الناس اغلبهم همهم شاكين في بكره، يعني مش اقصد انه بكره انه ثلاثه، بكره اللي هو القادم. نعم انه كيف الاسكوا، منظمه العمل الدوليه، الكل بيحكي عن تسريحات في العمل، الكل بيحكي عن فتره انكماش. في ناس كثير بتسأل شو يعني لما مثلا صندوق او البنك الدولي قال الاقتصاد الاردني سينكمش 3.5% سالب، شو يعني سالب؟ كلها صارت تفكر، خاصه اللي الان الطابع الغالب على العمل هو ما واحد بروح بتعين من مكتبه وقطاع، صارت الناس تشتغل زي المياومه، يعني بيشتغل فريلانسر، اذا في حركه اقتصاد بيلاقي شغل، بيلاقي له واحد تبع دراسات جدوى بيقدر يعمل له دراسه جدوى لمشروع، بيلاقيها زي المواطن البسيط الاردني او اللبناني او السوري او المصري او التونسي او المغربي، اللي يعني كل واحد حاط ايده بحزام الثاني. هاي السلسله شو بتتوقع انه راح تواجه هذا الجبهه الاجتماعيه، خلينا نحكي الطبقه المتوسطه فما دون؟ والله يا اخ نديم صراحه يعني احنا مفروض ان نبشر، ومفروض ان يعني نخلي الناس دائما في تفاؤل. انا بالنسبه لي نفسي مطمئن لاني اؤمن بالله ويعني متوكل على الله في كل شيء، فانا احسن الظن بالله بانه يعني ان شاء الله رايد لنا خير. لكن الارقام بتحكي والواقع بخليك دائما يعني تفرض الأسوأ، تفترض الأسوأ حتى انت يعني ما تتفاجئ في اي شيء قادم. من الامور اللي يعني انت ممكن تاخذها كمؤشر لموضوع الانكماش الاقتصادي، احنا موضوع الناتج القومي للاردن راح ينخفض، هذا ما في شك. الناتج القومي ليش؟ لانه في كثير مصالح رايحه ينخفض انتاجها، التجار ينخفض دخلهم، البيوت الان قاعده بتتاقلم على دخل معين اقل. يعني ممكن في بدايه الازمه صار في، اذا ملاحظ حتى اسعار القمح والارز في العالم ارتفعت في بدايه الازمه،
لكن بعد أسبوع انخفضت. الآن الأسعار منخفضة، انخفضت بنسبة 2 إلى 3% عن بداية الأزمة. ليش؟ لأنه العالم اكتفى وبدأ يستهلك ما بحوزته. التاجر يستهلك، تاجر جملة يستهلك ما بحوزته من في مستودعاته، والبيوت أيضا يعني تستهلك ما بحوزتها من 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 معونات. أتوقع إحنا في العديد من الدول رايح يصير قلاقل اجتماعية. بخصوص الأفراد اللي مش متعودين على جوع، اللي مش متعودين على نقص في الدخل، اللي يعني كانوا عايشين في أوضاع جيدة وفجأة الوضع فأنا متوقع أنه يصير في قلاقل اجتماعية في العديد من الدول. إحنا يعني إن شاء الله في الأردن يعني محتاطين جماعتنا، ممكن في أي لحظة يستخدموا قانون الدفاع، ممكن يستخدموا الأحكام العرفية، ما بتعرف يعني شو اللي بصير. لكن ما ينطبق على الأردن ينطبق على كثير من الدول، وأنا ملاحظ بدايات من القلاقل في العراق وفي لبنان. هلا في واحد من الاخوان سال انه التوفير الحاصل من انخفاض الفاتوره النفطيه، يعني سواء في الاردن لبنان في باقي الدول، الاردن بحدود مليار حكوا حيكون، هل هو له اثر كبير يعني، ولا هو جانب واحد فقط نقف عنده فقط؟ يا سيدي يعني المشكله اللي بتصير الان انه بيحكوا انخفاض الفاتوره النفطيه، ماشي انخفضت الفاتوره النفطيه، احنا وفرنا شوي جزء من العمله الصعبه او الدولار في احتياطات البنك المركزي، لكن انت عرفت بتعرف قديش الاردن خسرت من موضوع الحظر التجول؟ الاردن قاعده بتخسر كل يوم من 2 الى 3 مليون دينار، يعني خلال الشهرين بدك تحكي 240 ل 250 ربع مليار، يعني المعونات همت وطن ما جابت 100 مليون واحنا خسرنا ربع مليار فقط من حظر التجول، لانه نسبه استهلاك المحروقات انخفضت عندنا من 80 ل 90%، وعندنا الحكومه مثلنا كمان مثل باقي دول كثير تعتمد على الضرائب اللي جايه من المشتقات النفطيه كايراد رئيسي للحكومه. صحيح. فهاي يعني قد ما يكون اجانا مكاسب ما بيعوض المخاسر اللي راحت منا. صحيح. تحكي عن ربع مليار. صحيح. صحيح. ولا تعوض. يمكن ربع مليار. يمكن أكبر هم اقتصادي عربي هو البطالة. إحنا البطالة في العالم العربي هي من أعلى النسب في العالم. هلأ شو كيف راح تختصر يعني، هلأ أنا خلينا نحكي، إذا أنا بحكي معك كخبير اقتصادي، خلينا نحكي اجتماعي، أنا كيف لازم أفكر بوظيفتي الآن؟ أنا كفرد الآن السوق رايح وين؟ شو وين أطور مهاراتي؟ وين شو لازم، كيف الطريقة لازم أفكر فيها؟ لأنه أكيد في شيء اسمه إدارة أزمة في الاقتصاد، سواء دول أو حتى أفراد، كيف لازم الواحد يصير يفكر هلأ؟ بالنسبة لأصحاب العمل اللي يعني مش متحوطين، يعني في شيء في علم المال أنك تتحوط ماليا حتى تستعد لأي أزمة، تأخذ جزء من مرابحك، هاي اسمها للتحوط لظروف القاهرة. هذا الشيء مش موجود عندنا في كثير من أو في معظم مصالحنا في العالم العربي، ما في تحوط لهذه الظروف، وبالتالي كثير من المصالح راح تضطر أنها تستغني عن جزء من الموظفين، راح تستغني في البداية عن الجزء اللي هي مش محتاجيته، يعني راح مثلا تختار الأقل كفاءة من الموظفين حتى تبدأ تتخلص منهم. راح تضطر تتخلص مثلا بالنسبة لدول الخليج، يعني ما بعرف، يعني ممكن أنه كثير من المؤسسات راح تقدر تصبر شهرين وثلاثة حتى تشوف مدى الأزمة لوين راح تنتهي. في قطاعات مش راح تتأثر بالمرة، يعني مثلا القطاعات الصحية، القطاعات الإعلامية. بالمناسبة القطاعات الصحية أنا تحدثت مع أطباء في الخليج، يعني من غير ذكر أسماء الدول، قامت الدول بتخفيض رواتبهم للنصف. صحيح. والموضوع فقط بيمشي على الأجنبي، يعني ما مشي على ابن البلد، ما مشي على المقيم، ما مشي عفوا على الناس، فقط على المقيم خفضوا رواتبهم للنصف وقبلوا. طيب. سألت أنا الموظفين أنه يعني قبلتوها بأي نفسية كأطباء، يعني قال لي والله قبلناها ونحن متأكدين بأنه
يعني معهم حق، لأنه فعلا الأعداد انخفضت. صحيح. طيب خليني، اسمح لي اخذ اسئله من الناس اللي مشاركين، لانه في بدهم زعلوا. بقول لك كيف سيكون حال الدينار الاردني خلال هذه الازمه؟ هذا تعفيني من السؤال. طيب هل توافق راي البعض منهم رجل الاعمال طلب الرجع عن وجوب تغليب؟ ما سمعت نديم شو؟ تغليب مصلحه الاقتصاد، يعني هو زي كانه. هل توافق رأي بعض المحللين أو تغليب مصلحة الاقتصاد؟ لا لا أبداً أبداً، هذا زي رأي ترامب. أبداً أبداً نديم، مش مع الموضوع هذا. تعرف ليش؟ هذا أول شيء من ناحية إنسانية، من ناحية إنسانية. ثاني شيء، إحنا يعني اللي بده يغلب المصلحة الاقتصادية على مصلحة كبار السن، يعني خلينا نحكي في العبارة الصريحة، لأنه المرض هذا بحكي لك أنه أكثر خطورته على كبار السن. نعم. سامعني نديم؟ سامعك سامعك. أنت في أي منطق بدك تواجه أولادك في المستقبل؟ يعني أولادك عندما أنت تكون كبير في السن، في أي منطق بدك تواجههم؟ إذا صارت جائحة مثل هذه الجائحة ستكون أنت الضحية. بعدين هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، يعني مين بيقدر يحكي انه احنا هذا الامر مش رح يمتد اثره على قريبك اللي انت بتحكي هيك او على نفسك، لانه هذا على اللي مناعته ضعيفه، بغض النظر هو كبير سن ولا صغير سن. فالعديد من الدول اللي اتجهت لمناعه القطيع ردت رجعت وقالت لا، يعني نحمل، زي بريطانيا مثلا تراجعت عن مناعه القطيع. طيب بقول لك قطاع التعليم الخاص تأثر كثيرا، وطبعا بالتالي المعلمين واصحاب المدارس بسبب توقف التعليم على ما اعتقد هو هذا السبب. يعني كيف تأثروا؟ ما هو الـ يعني الاقساط ماخذينها، ممكن بعض الاقساط اللي مش ماخذينها. عاده المدارس الخاصه بتاخذ مستحقات السنه كامله قبل نهايتها. طيب في سؤال عن تأثير في هاي الميمة على اللي صايرة، الذهب شو وضعه؟ الذهب ارتفع اليوم والله. ارتفع بس غالي غالي، يعني هو مشكلته انه غالي كثير. يعني في ناس كثير بيسألوا طب نشتري، بقول لهم والله ما انا عارف هو غالي، بس اذا بتقدر انت، لانه اذا طاح وقعت بالباز بالراس خسارتك كبيره لانه غالي. فأنا بوجهه نظري، بعرفش اذا بتتفق معي فيها، في هذه الأزمة بسبب الضبابية كاش از ذا كينج. يمكن أكون غلطان. بالضبط نديم. شوف الذهب صحيح اليوم ارتفع، لكن ارتفع وبقيم ما كان واصلها من 7 سنوات الذهب لسعر الأونصة. لكن في الأزمات ما في قاعدة بتربط المعادن أو الملاذات الآمنة أو السندات أو يعني ما في قاعدة بتقدر تحكي فيها إنه إذا نزل كذا بده يرتفع الذهب. فبالتالي ما في انت نصيحه بتقدر توجهها للناس، لانه بالتالي في لحظه معينه ممكن تصير السيوله افضل من الذهب فينزل الذهب للحضيض. صحيح صحيح. بعدين زي ما تفضلت، هذه ازمه غير مالوفه، فلذلك انعكاساتها على الرسم البياني لاي مؤشر من الصعب التنبؤ فيها. وجهه نظر شخصيه ايضا. لا مزبوط وجهه نظرك، يعني مش راح تزبط معك اصلا. يعني هسه انت يعني تحركات الذهب في خلال الجائحة ما بتفهمها. صحيح. يعني ما بتقدر تقيس عليها تاريخيا أصلاً. ما بتقدر تقيس عليها، يعني في بعض أوقات في الجائحة كان ينخفض الذهب. طيب أبو علي بيقول لك طب نشتري دولار؟ يعني الدولار قوي. دولار قوي، طيب يعني مش راح يتأثر، مش راح يتأثر. ما هو انعكاس أزمة النفط الجديدة على أسعار النفط في الدول العربية؟ هذا أظن جاوبنا عليه خلال الشرح. حتنخفض هي بطبيعه الحال، يعني صح؟ طبعا يعني احنا البرنت بسعر 30 العالم العربي الخفيف كمان الان، يعني كمان باقل من سعره. يعني انت مثلا لو تشوف اخ نديم انه سعر البرنت مثلا 26 او 25 اتوقع قبل شوي وصل للبرميل، لكن المنتجين بيبيعوا باقل ب 10 دولار ب 7 دولار 8 دولار من السعر. صحيح. الطبيعي، لانه في تنافس بيناتهم عشان يلاقوا زباين. النفط العراقي سومو بتبيعه في 10 دولار.
شركة سوم العراقية. طيب. يقول لك هل الأخ عمر بيسألك، يقول هل ممكن لدول أن تستثمر هذه الأزمة بشكل إيجابي؟ يعني بشكل إيجابي، مش دول، ممكن شركات أنها يعني يكون مثلا زي مثلا البرنامج اللي نستخدمه، هذا البرنامج ارتفعت أسهمه، انستغرام، تطبيقات وزوم، تطبيقات جميعها ارتفعت، نتفليكس، أمازون، يعني هاي الشركات أيضا لأمد قريب كمان، يعني كمان حتى بس يقال أنه في صناديق سيادية مثلا تبحث الآن عن فرص في دول أخرى أيضا. اشتغلت الصناديق هاي، اشتغلت صح؟ يعني اشتغلت وقاعدة تشتري. يعني طيب، هل يوجد خوف على سعر الدينار؟ رجعوا بسألوك عن سعر الدينار. دول خليجية يعني اشترت أسهم في شركات نفط أوروبية وأمريكية. طيب شو رأيك، ميسون بتسألك، شو رأيك بكلام طلال أبو غزالة في انكماش الاقتصاد؟ ما بعرف شو حكى والله. هو أصلاً طلال أبو غزالة سمعت له أنه بتوقع في حرب قادمة مع نهاية العام. سيد نديم، يعني هو في قاعدة بعرفها جميع الاقتصاديين في العالم، أنه دائماً أمريكا عندما يعني بعد أي مشكلة اقتصادية تلجأ لحرب. لكن يعني بتعرف، يعني أنت الآن مش مستبعد الحرب، هي لكن مش حرب عالمية، يعني بتعرف الحرب العالمية بين دول عظمى الآن صعبة، لأنه في يعني كفاءة نووية من الجهتين، في سلاح ردع نووي، فممكن يعني يكون في حرب، لكن ممكن من دول أخرى. يعني مثلا على سبيل المثال إيران، أنا متوقع أنه غير القلاقة الاجتماعية اللي راح تصير فيها، يعني يكون في قريبا انتهاء للوضع عندهم. طيب الأخ مصطفى عفوا بسألك، شو انعكاساته السياسية؟ هل يعني بمعنى آخر هل سيغير من الخارطة السياسية؟ القوى راح تتغير في المنطقة؟ لا، يعني خارطة سياسية، شوف، هي بعض الخطط اللي كانت موضوعة في السابق، ربما يعني يستغلوا هاي الأزمة بأنه ينفذوها في من خلال الأزمة، يعني هو استغلال ظروف الأزمة، مش أنه بسبب الأزمة صار في التغيير السياسي، لا، يعني هي مرحلة وبتنتهي. بموضوع الأسهم والشركات الكبرى اللي انخفضت أسهمها، بس أنا حاب أحكي، لأنه يعني سألني اليوم واحد وجاوبت عليه، وحاب المشاهدين يعني يسمعوه. أسهم الشركات اللي بيعتقد أنه مثلا سهم الشركة الفلانية، على سبيل المثال سهم شركة أبل، انخفض إلى النصف، هذا يعني أنه خسرت الشركة هذا المبلغ، نصف قيمتها، نصف تريليون مثلا، قيمتها كانت تريليون دولار. لا، هذا لا يعني لا، هي الشركة مصانعها موجودة، نعم موجودة، معداتها موجودة، نعم موجودة، إذا هي ما خسرت ما دام ما باعت. الأصول باقية بالضبط. طيب سؤال من رعد الطيب، هل الغاز سيتأثر كونه لم يعد البديل الرخيص؟ هيتأثر وخلص، مش سيتأثر، والغاز يتأثر، هو بأقل أسعاره من 20 سنة، الغاز المسال والغاز البترولي. الغاز المسال والغاز البترولي انخفض بنسبة كبيرة. أوكي، بس الغاز اللي موقع على عقود هذا ثابت؟ لا، هو اللي بيحمي سوق الغاز إنه عقوده طويلة المدى. يعني نعم. سوق الغاز ليش مختلف عن سوق النفط؟ إنه دائما عقوده طويلة المدى، ويعني في لها شروط معينة، فهذا اللي حمى عقود الغاز. لو انه كمان يعني على فكره، يعني في موضوع بخصوص الغاز والنفط بدي اذكر لك اياه. في بدايه الازمه كانت الصين في شهر 12/2019 تحولت من بشراء الغاز من موردين الشرق الاوسط وامريكا الى روسيا، انتهوا من انبوب غاز يربط سيبيريا بشرق الصين وافتتحوه، كان بداية الإنشاء تبع الأنبوب الغاز في 2016، وانتهوا وافتتحوا الرئيس بوتين والرئيس الصيني
في شهر 12 او شهر 11 2019، وبدأ الضخ بشكل كامل مع بداية 2000 ومع بداية شهر 12 2019. وكان الاتفاق بالإضافة إلى أنه حولت الصين جميع استيرادها من النفط أو نسبة كبيرة من استيرادها، يعني حولت من تقريبا 10% أضافت على حساب الموردين الآخرين من النفط المستورد إلى الحساب الروسي. لماذا؟ لكي تتعامل في العملات الداخلية، يعني حولوا التعامل من الدولار إلى العملات الداخلية. يعني اللي بيحكي على سبيل المثال أنه الصين خرجت منتصرة من هذه الأزمة، بحب أقول له أنه لا، الصين خرجت بالعكس هي أكبر خاسر من هذه الأزمة، بعد أنها ما انجبرت، يعني هي بعد الأزمة حولت استيرادها إلى الغاز الأمريكي، الغاز بالذات. يعني في شهر 3 طلبت شحنات غاز من أمريكا، كانت للمرة الأولى من 5 6 شهور ما طلبت شحنات غاز من أمريكا، هذه المرة الأولى في شهر 3. هاي من ناحية بالنسبة للصين. من ناحية الأخرى، موضوع العولمة اللي كانت الصين مستفيدة منه، واللي استغلت بأنه عندها كفاءة وحرفية عالية، وبنفس الوقت عندها سرعة في الإنتاج وتكيف مع نوع المنتج اللي أنت بدك إياه، وسيطرت على سلاسل التوريد العالمية كلها، هذا الآن رح نديم سامعني؟ الو، أستاذ عامر اللي فصل عنده الصورة واقفة. لا حول ولا قوة إلا طيب نحاول نرجع الأستاذ عامر. أخ نديم، بس لأنه بيحكوا معي على سيدي، معلش. تفضل أستاذناك، الله يسلمك يا سيدي. أوكي يا سيدي، خلاص بارك الله فيك، ما قصرت. 12:05 عندكم على الجزيرة إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي في مرات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله يا سيدي، إن شاء الله نحضرك. يلا يعطيك اليوم الصحة والعافية. اليوم شكرا 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 أستاذ عامر، شكرا حبيبي، بارك الله فيك، وشكرا لجميع حبيبي، الله يتوب، حضر لك الخير يا طيب. شكرا شكرا سيدي. يعني شفتوا، أنا قبل في أسئلة والله كثير يا أستاذي، بس ما لنا نصيب. المصاري اللي معانا، يعني كل مواطن يخلي معه نقد يكفيه على الأقل 2 إلى 3، نقد سيولة يكفيه 2 إلى 3. طبعا ما بصح انه يعني احنا كثير من الدول سياستها النقديه راسخه وقويه، فيعني سحب المبالغ كبيره من النقود وكذا بيعمل بلبله، ويعني ما بيعرف الظروف شو اجتماعيا راح يصير بكره، بس يخلي عنده نقد يكفيه، سيوله تكفيه 2 إلى 3 فقط، يعني اكثر من هيك لا. الحسابات الكبيرة يخلي حساباته زي ما هي في بنوك، في نفس البنوك، ما يتخذ أي إجراء يعني ممكن يندم عليه في المستقبل.
في ناس بتتجه للعملات الإلكترونية اللي هي ناسي اسمها، هاي عملة البيتكوين، لا غير البيتكوين الجديدة بيتكوين ناسي اسمها، فهاي يعني المؤشر تبعها خادع، يعني هم بعطوا قاعدين مؤشرات خادعة، وفي ناس ترى على فكرة اشترى ووقع في هذا الخطأ، وهذه الشركات يعني في كثير فيها نصب واحتيال، ورايحة تستحوذ على نقد الناس على الفاضي. حتى البيتكوين يعني ما له ذكر الآن، فكيف العملات اللي احنا يدوب، حتى الذهب إذا بده يشتري ذهب يشتري ذهب حتى مش من مواقع إلكترونية، إذا بده يشتري ذهب يشتري ذهب حقيقي يشوفه بعينه. في ناس كثير في ناس كاتبين ايش دا كوين، هي عملات جديده، انا ناس اسمها بيتو كارنسي، عملات جديده طلعت اخ نديم سراي بيتو دا كوين دا كوين سوري دا كوين بالضبط هذه. طيب العقار سريعا صحيح، العقار الاخ عودة، العقار بالنسبة للشراء العقار شو وضعه حاليا؟ ممتاز، شراء العقار أفضل بنسبة يعني ضعف الأرض كعقار ثابت إذا كانت أسعاره مناسبة وإذا كان يملك سيولة. أي شيء الآن نعم، بس صعب تسييله. حكيت لك إذا كان يملك سيولة فائضة، يعني صعب تسييله مشكلة، يدور على استثمار يستثمر في العقار قيمته محفوظة مثل الذهب. نعم. الأرض قيمتها محفوظة مثل الذهب. راح يجي علينا يعني إحنا في الفترة الجاية مشكلتين متداخلتين، زي المشكلة المتداخلة حاليا المزدوجة في النفط. يعني النفط بعاني من مشكلة مزدوجة في العرض والطلب. راح يجي علينا مشكلة أيضا تضخم وبنفس الوقت قلة سيولة، وبنفس الوقت قل الدخل، وبنفس الوقت قل في الناتج القومي وتضخم بنفس الوقت. هذا راح ينتج يعني في بالضبط. مشان هيك يعني مشان هيك هاي ازمه عجيبه راح تكون على قرار الحكومه الاردنيه، وحكيت مع المعني في الموضوع اللي هو السماح بتصدير المواد الغذائيه والصناعات الغذائيه. كان المفروض ما سمحوا بهالحكي هذا، لانه الان المؤشرات العالميه مش مؤشرات حقيقيه بالنسبة للغذاء. ممكن تاجر الجملة، ممكن المورد الجملة يكون في عنده بضاعة، لكن المنشأ الرئيسي لمزارع هذا راح يحصل عنده نقص. في عندك نقص في المبيدات الحشرية للزراعة، في عندك نقص في الأسمدة للزراعة، هذا راح يولد أزمة غذائية في المستقبل، أزمة غذائية عالمية مع ارتفاع أسعارها. يعني يكون في أزمة في الغذاء مع ارتفاع الأسعار ونقص في العديد من السلع الغذائية. ف يعني لا تنتهي الا الصبح والله اخ نديم التوقعات في هذا المجال. حبيبي والله اسئله الناس، يعني هاي واحد بيسالنا عن السودان، وفي تماره بيسالنا عن الشيبس، مش مشكله يا تماره الشيبس. فاستاذ عامر الشوبكي محلل اقتصادي، انا جاهز بكره النفط والطاقه. شكرا جزيلا، الله يعطيك الف عافيه، وكل عام وانت بخير وفي الروضه. حبيبي شكرا، وانت بالف خير يا سيدي، بارك الله فيك. شكرا. ما ضل شيء. كمال العلوي سنت يو ريكويست. يا شباب والله الساعة صارت تقريبا 12، خليها ليوم ثاني، بنطلع بكرة بعد بكرة، خليها تبين الأمور شوي وين متجهة، وإن شاء الله نطلع في يوم ثاني نجيب ضيف كمان يكون هيك مثل الأستاذ عامر، ذو مخزون معرفي ونظرة جميلة ونظرة منطقية وتحليلية سليمة.